هاي يا شباب النهاردة بإذن ربنا هنتكلم على lesson 3 of chapter 5 pressure law and general gas law لكن في الأول هنتكلم عن a relation between pressure and volume when mass and temperature are constant هنلاقي طبعا when the volume decreases the pressure increases as particles hit the walls of the container more ولو اتكلمنا عن relation between pressure and temperature when temperature increases هنلاقي ان ال pressure increases وده بشرط ان الماس mass and the volume constant وده موضوع درس النهاردة تالت relation between the volume and the temperature when volume increases temperature increases and the pressure is constant النهاردة هنتكلم عن pressure low وده مختص ب relation between pressure and temperature زي ما احنا شايفين pressure is directly proportional to temperature ولكن temperature هنا لازم تكون بالكلفين دجري وهنا هو مدينا examples ونلاحظ ان التمبريتشر بالكلفن والبريشر بالكيلو باسكال ولازم يكون الميجرنج يونت في التو سايدز بتاع الـ equation ايدنتيكال عشان تطلع معايا example كوركت انسر طبعا في تجربه بتوضح البريشر لو اكسبيريمنتالي زي ما انتم شايفين في الصوره بنعمل هيتينج للووتر باس وبالتالي ترانسميت للهيت للدراي اير اللي ترابد في الفلاسك اللي قدامنا دوت ده هيؤدي الى زياده الريدنج بتاع البريشر Gag وهنا نلاحظ ان احنا لازم convert all temperature measuring to Kelvin ولو عملنا drawing the graphical relation between pressure and Kelvin temperature we notice that the slope is constant as a straight line originated from the original point أو or zero point ولو لاحظنا هنا في درونج اللي قدامنا ده ان الكاز بريشر ات الابسولوت زيرو يعني الزيرو كلفن اور نيجاتيف 273 سيليزياس بنلاقي ان البريشر ثيوريتيكالي زيرو وعند البويلنج بوينت 100 سيليزيوس اور 373 كلفن هنلاقي ان البريشر ذا هايست بريشر ات بويلينج بوينت وعشان ان السيليزياس بيدينا نيجاتيف 273 ويز ابسولوت زيرو عشان كده احنا استخدمنا الزيرو ديجري الزيرو كلفن الزيرو كلفن ديجري طبعا ممكن نكمل بكل سهوله الجدول اللي قدامنا ونحاول برضو نحل اللي تشوز with appropriate words ونلاحظ هنا في رقم اتنين ان الكلفن تمبريتشر بروفايدد وين اتس ماس اند فوليوم ريمين كونستانت التجربه اللي قدامنا بتوضح لي هاو ان الكان اللي قدامنا ده هيحصل لها كلابس وين بوت in hot water when the water temperature increases water convert to water vapor water vapor هتعمل replacement لل air inside the can وبالتالي the pressure inside the can increases ولكن بعد ما نعمل inversion للكان دي داخل cold water الووتر فيبور ده يرجع تاني باك تو الليكويد ستيت ونلاحظ هنا ان البريشر انسايد الكان لما نقلبها داخل الكولد ووتر البريشر بيقل سادنلي وبيحصل للكان دي سادن collapse زي ما هتشوفوا دلوقتي في الاكسبيرمنت اللي قدامكم ان البريشر بتاع الاتموسفير هيبقى اكبر من البريشر انسايد الكان When inverted in cold water. آخر حاجة في lesson 3 بيسموها the general gas law or the combined gas law. ده بيجمع ما بين لو. بويل, شارلز, the three laws Boyle, Charles and pressure law in one law. يعني بيوجد relationship between the pressure, temperature and the volume of an enclosed gas. في النهاية thank you for listening with my best wishes Mr. Michael Hunt